بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل اللي هو في الوحدة الخامسة. إحنا تحدثنا عن اللي هي طريقة الحفظ الرأسي، هنتحدث عن أجهزة الحفظ الخاصة باللي هي طريقة الحفظ الرأسي. واحد، خزائن الحفظ الرأسي المعلق. هنا هنشوف موضوع اللي هي الخزائن اللي تتعلق بالطريقة هذه اللي هي حفظ الرأسي أو المعلق. أول حاجة اللي هي خزائن الحفظ الرأسي المعلق، هي عبارة عن خزائن مصنوعة من الخشب أو المعدن، يتراوح عدد أدراجها ما بين درج أو 4 أدراج. طبعا كل درج بيستوعب من 20 إلى 50 ملف حسب ما هو مصمم إلها لعملية حفظ الملفات والوثائق اللي تتعلق بالمنظمة. في منها كمان وثائق، يعني في منها خزائن مقاومة للحريق تستخدم لحفظ اللي هي الوثائق السرية. وهذه الطريقة مهمة جدا، تمتاز هذه الخصائص بأنها تحافظ على محتويات اللي هي الملفات حالة جيدة. هذه اللي هو بالنسبة اللي هي أول حاجة، كافة المؤسسات والمنشآت بتستخدم هذه الطريقة في الحفظ الرأسي، سواء كان رأسي أو معلق، نظام مخصص اللي هي الملفات. في ممكن إحنا هذه الخزائن تكون مصممة في ملفات معلقة، تكون هذه الخزائن مصممة اللي هي تعليق الملفات في داخلها. أجهزة الحفظ الآلية الدوارة. أجهزة الحفظ الآلية الدوارة هي عبارة عن خزائن كبيرة تتكون من عدة أرفف مزودة بأدراج متحركة ومصممة لحفظ الملفات العلاقي في وضع رأسي، لها باب واحد يمكن فتحه وقفله اللي هو حسب الحاجة. بالنسبة لهذا الموضوع اللي هي يعني أجهزة الحفظ الآلية الدوارة، في زي ما نيجي احنا نشوف كيف يعني أجهزة الحفظ الدوارة. هذه الخزائن مفصلة ومصممة ومزودة بأدراج متحركة، لكن هذه ممكن يكون في لها لوحة مفاتيح كهربائية، ممكن من خلال التحكم بالأرفف، يعني ممكن يعطينا إيش من خلال الضغط على الزر يتم عملية دوران الأرفف، وبنوصل للملف اللي هو بنوصل للدرج اللي إحنا فيه اللي هي الملف المطلوب. فهذه نقطة مهمة جدا، هذه مصممة من على أجهزة كهربائية، يعني مصممة لهذا الشيء. في نظام اللي هو إحنا بنسميه نظام، هذا مصمم علاقي مفصل، والملفات هذه معلقة مصممة لهذا اللي هي الملفات. من خلال ضغطنا على الزر نوصل إلى اللي هو الرف المطلوب، نستخرج الملف المطلوب اللي هو في هذا المكان. أهم المميزات هذه الأجهزة اللي هو سرعة استرجاع الملفات أو إعادتها، المحافظة على سلامة الملفات، توفير الكثير من المساحة المخصصة للحفظ نتيجة اللي هي الاستفادة من الارتفاعات. يعني ممكن يكون في ارتفاع عالي اللي هي بنستفيد منها في تخزين اللي هي الملفات، يعني ممكن كمان تحافظ على توفير عنصر الأمن اللي هي الوثائق الهامة من إفشاء سريتها مثلاً. هذه اللي هي من مميزات هذه اللي هي أجهزة الحفظ.